بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا القضية اللي حدثت في الحدود، كنا في أثناء تأدية الواجب، كنا مكلفين من قبل وزارة الدفاع تحت إشراف عادل العزابي، وعندنا رسالة مكلفين بها، وعندنا 8 أيام في حراسة الحدود، وكنا في العودة إلى مدينة زوارة. كنا في طريقنا على الحدود، عند وصولنا إلى مدينة العسا تم التصادم مع مجموعة من العسا ورقدالين، وعند رؤية هؤلاء الناس قمنا بإيقاف رتل السيارات، وقمت بالذهاب إلى هذه المجموعة، حيث كان أول من تحدثت معه قال لي أنا رئيس المجلس، فقمت باتفاقية معه بأن أتوجه معه إلى مجلس العسا، فطلبت من الجماعة التوقف وذهابي معهم إلى العسا، ثم قاموا مجموعة كبيرة منهم، حيث كانوا مختبئين وراء كل من كانوا من جميع الجهات، قاموا بالالتفاف علينا من جميع الجهات، حيث كانت ليست كتيبة بل هم مجموعة من الشباب ورجال كبار وصغار، وكان الشعب ملتف علينا، فقمت بالاتفاقية مع رئيس المجلس، وعند ملاقاتنا قاموا بخيانتنا والالتفاف علينا، ولم أمر بإطلاق النار، كانت الضحايا تزيد عن 200 أو 300 شخص، قمت بحقن الدماء، ولم نكن كانوا معي مجموعة من أبطال أشاوس ليسوا طوار بل هم مقاتلين، وقاتلوا في جميع الجبهات في ليبيا. وعند وصولنا عند الالتفاف علينا قاموا بالرماية علينا، وقمنا بعطيت أمر بعدم إطلاق النار، وذهبت معهم إلى مجلس، ذهبنا معهم إلى مجلس رقدالين، حيث قاموا بضربنا، وتعرضنا إلى ضرب كثير، تعرضنا إلى إصابات كسور وجروح وكثير من الإهانات، وأنقذونا مجموعة منهم، نحن لا ننكر ذلك، قاموا بإنقاذنا، وقاموا بإخراجنا من مجلس العسا عند اتجاهنا إلى مدينة رقدالين، دخولنا إلى المجلس قاموا بضربنا الشعب كامل، حدثت كسور وخدوش وبعض الجروح، وكانوا بعضهم يهتف بكل حرية أمام الناس بأن معمر في دمنا ولازال في دمنا وسيبقى في دمنا، وقامت مجموعة منهم من مدينة الجميل قاموا بإيوائنا وأخذنا إلى الجميل، وأدخلونا عند دخولنا إلى مدينة الجميل قاموا بضربنا مجموعة لا بأس بها، ولا ننكر أن هناك مجموعة منهم وقفوا معنا، وكل الحدود وكل الكسور التي والخدوش التي حدثت كانت بحماية بعض من مجموعة من الجميل، وهي كتيبة تسمى كتيبة حماية الجميل. وعند دخولنا هناك قاموا بعض مجموعة من الناس عندما أتوا قاموا بضربنا وهينتنا، وشرطوا رسالة التكليف التي لدينا، وقالوا نحن لا نعترف بأي وزارة وبأي دولة، ولا توجد دولة، لأن مدينة الجميل بها 34 تاير، وقامت الدولة بمكافأة 34 تاير قبل أن تكافئ مدينة الزاوية أو مدينة زوارة أو غيرها ومدينة طرابلس، وكل ما فعله أولادنا وحقنا للدماء ليس خوفا منهم، حقنا للدماء لم نأمر بإطلاق النار، والله أكبر.